اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ريتشل. اليوم معنا لعبة جديدة في الجوال. لعبة جديدة ما حد لعبها طبعا، ولا عليها تقييمات ولا اي ميلة، فقلت يلا نحميها ونجربها، ليش لا؟ يعني اللعبة طبعا فلوس، ما هي لعبة مجانية. فيلا نجربها وبسم الله نبدأ. يعني طبعا الرسوم هنا مرة خرافية، يعني مرة حلوة، تمام؟ بس نشوف كيف اللعبة بالضبط، اللي سوى اللعبة حلوة ولا لا. من الإعلان والصور مبينت إنها مرة روعة، بس لما نلعبها نحن حنشوف. يعني إلى الآن ماشي اللعبة تمام وحلو. قصة التخين دحين هذي يعني. أوه شو عم يصير؟ شكله بتقلوا عالم ثاني ولا؟ اوكي، نحن احنا في جزيرة وترموا فيها، كأنهم ترموا في الفراغ زي حركة فين وجيك. اوكي واو، كذا بحرك تمام. يعني انا اللي بتحكم في الوقت. اللي يسوي اللعبة مبدع صراحة. الحين المفروض تتحرك صح؟ طب هي بس احرك يمين يسار ما اقدر المس شيء ولا؟ الا والله اقدر امسك زي الالعاب بتاع البلاي ستيشن، بس مو باليد يعني طبعا، بس مرة حلو الصراحة. شوف طبعا اسم اللعبة بحطه لكم في طبعا في العنوان، يعني ما حيكون اسم ثاني لو وحط كمان الرابط اللعبة اللي عايز يلعب اللعبة. طبعا قلت في البداية انها لعبة بفلوس، ما هي لعبة مجانية، في اللي يحب يجربها ويلعبها. يعني هذه المصباح اللي في يدها، اي والله مش فاضي. في حاجة
اقعد اجمع زي كده. ايه والله بس عادي كيف. اوكي هذا فراغ. وش يصير لو كملت فوق؟ اي والله الفراغ بنفسه ما حد يدخل. طب ايش يصير لو دخلت اصلا الفراغ نفسه؟ اقول لك خلنا احسن ما نجرب. نعم شو تعمل نفسي زعلانة منه. اوكي من هنا. هذا الباب يعني البيت حقهم. ذكريات الجار مرة حلو. ذكرياتهم على النجمة. هو اقدر ارجع لقبل ولا هي اصلا المهمة اني لازم ارجعهم من بيتهم؟ بالصراحة مرة اللعبة رهيبة. الحين انا في مكان ثاني ما اقدر اخليهم يجوا صح ولا لا؟ شكرا دول اصحاب. وي ولا لا لا نشوف ايش يصير لو كملنا من دونه. لازم ما حقدر. وش اسوي هنا؟ لازم ناخذ اللمبة اللي هناك. بص المصيبة كيف حنوصل لها؟ هنا في لمبة كمان بس كيف؟ يس ما حلو القدرة صدقها. Thank you.
طب هذا البراد هلا نحن أجمع الأغراض على أساس أمني ذكرياتهم، لأنه في عالم الفراغ يمكن مو متذكرين شيء، يمكن ما أدري دحين. وأنا حابة أعمل نفسي يلا. أوه ماي جاد، هيتلر. اوكي كيف اسوي دحين؟ Yep.
لا عندي فكرة. اوكي الحين انا عرفت، تمام الحين كذا نحط يدي. من هنا انا حاخدها. هنا انت حتاخدها اظن كذا. ويب ولب هنشوف الذكرى. حط لعب اللي حط السباحة طبعا. يا عمري تخاف من الماية؟ جبت السكرين. نبدأ نوصل المرحلة اللي بعديها. ساكن طب احنا نحن حنوقف هنا وان شاء الله نلعب مرة ثانية هذه اللعبة. نحن نلعبها يعني ان شاء الله. ودمتم سالمين، مع السلامة. ان شاء الله عجبتكم اللعبة يعني.